كلها ان انا ومحمد عبد المنعم برضو عرضت عليه الفكره وقال لي يلا نعملها وكده. ان احنا الهدف من الابلكيشن ان احنا نجمع الناس اللي عندها نفس الهوايات ونفس الاهتمامات في ايفنتات حقيقيه، ان هم ينزلوا يتواصلوا مع بعض بجد، ان يبقى في فرصه للناس تتعرف على ناس شبهها، يعملوا مع بعض انشطه زي الجري زي التصوير زي حاجات كتير جدا موجوده على الابلكيشن. دايما باخد بالي ان الناس على طول ماسكه الموبايلات 24 ساعه مسحولين في السوشيال ميديا، مبقاش في تواصل بينا زي الاول، مبقاش نحب ان احنا ننزل نخرج ونشوف هواياتنا مع ناس شبهنا وكده، او حتى اصحابنا مش بيشجعونا. فحبيت ان احنا نعمل حاجه تعزز الترابط في المجتمع اكتر، تدي فرصه الناس تتبادل فعلا هواياتها والانشطه اللي بيحبوا يعملوها يعني. في الاول لما جت لي الفكره يعني كانت الاسم في دماغي كان الاول ميت اند ايت، بس انا لما احنا طورنا في الفكره وبدانا فيها وكده حسينا ميت اند ايت اكل، فلا خلينا ميت اند تريت احسن. عايزين نعمل اوبشن ريبورت للناس، ان الناس تريبورت بعضها لو في اي حد عمل حاجه مش كويسه على الجروب بتاع الجروب كونفرسيشن بتاعت الاوتنج نفسها. في تقييم للاشخاص هيتحط، يعني ان ده مثلا 5 ستارز او اقل، عشان برضو الناس يبقى في بينها نوع من انواع الثقه ان هو انا نازل مع حد كويس. يعني هدفنا حاليا ان احنا ننتشر وننشر الفكره بتاعتنا، ان الناس تقدر تلاقي ناس شبهها يعملوا معاهم هواياتهم واهتماماتهم. احنا في ايفنتس احنا بننزلها مننا احنا سجستد من ميت اند تريت تيم، وفي ايفنتس اليوزر لو ما لقاش ايفنت من اللي هو ما لقاش ايفنت موجود ممكن يعمل هو الايفنت اللي هو عايزه. عايز 10 ايام من الابلكيشن اكتر ايفنت او اكتر كاتيجوري الناس انترستد فيها هو معظمهم ان هم لما ينزلوا يعمل ايفنت يجروا او يلعبوا كوره او ينزلوا ياكلوا يجربوا اكل مع بعض، او ان كارد جيمز اونو ميشن. اي يوزر عايز كريت ايفنت بيختار بيكتب ايفنت نيم ويختار الكاتيجوري بتاعه الايفنت، وبعد كده بيختار بيكتب سامري يعني الايفنت نبذه صغيره ما بتكملش ما ينفعش اكتر من 150 حرف، وبعد كده بيكتب ديسكريبشن زي ما هو عايز، وبعد كده بيختار الجندر اللي ممكن تيجي الايفنت، لا اما الايفنت يكون ميكس بويز اند جيرلز، لا اما يكون بويز لا اما يكون جيرلز. بعد كده بيختار الايفنت ديت، وبعد كده بيختار اللوكيشن، بنفتح له جوجل مابس يختار عليه اللوكيشن بتاع الايفنت نفسه، وبيختار التايم اللي الايفنت ده هيبتدي فيه، وبعد كده خلاص بيسيتل وبيختار الماكسيمم ليميت. يعني في ايفنت مثلا انا مش عايز نروح اكتر من 10 بس اللي نروح عايزين، بس انا عايز انا نازل اكل مثلا مش عايزين نبقى مثلا نازلين اكتر من 10، فالايفنت ممكن احط الليميت بتاعه 10، المينيمم ليميت بتاعنا 5 والماكسيمم 50.